وفي ظل المشاركة المحلية والدولية الواسعة في معرض سيتيسكيب البحرين، أكد عدد من المشاركين ومسؤولي القطاع العقاري على أهمية المعرض في تشكيل منصة محورية لتطوير وتعزيز القطاع العقاري والاستثماري بالمملكة، بالنظر لما يشكله من نقطة التقاء للخبرات المتميزة وأحدث المشاريع العقارية التي تحتضنها مملكة البحرين. نعم مريم، الزميل يحيى العمري زار المعرض وعاد بالتقرير التالي. معرض سيتيسكيب البحرين حدث يعد منصة تجمع بين الحلم العقاري والتطور الحضري وفق رؤية حكيمة لمملكة البحرين، رؤية 2030. هذا الحدث يعكس طموح مملكة البحرين نحو تعزيز قطاع العقارات والابتكار لمستقبل عمراني أكثر تقدما. وسط هذا الزخم من المشاركات المحلية والدولية، يستعرض المعرض رؤية البحرين في خلق مساحات مستدامة ومدن ذكية. أكثر من 50 جهة عارضة تقدم مشاريع تلبي طموحات المستقبل، من الأبراج السكنية العصرية إلى المجمعات التجارية الكبرى والبنية التحتية المتطورة. إنها منصة لا تجمع فقط المستثمرين، بل تشكل نقطة تلاق بين الأفكار والابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل مملكة البحرين. سيتيسكيب يعد من الحدث الأهم في التطوير العقاري بالنسبة حق جميع المطورين وطرح مشاريعهم وعرضها بالنسبة للمستثمرين، وعرض البيئة الجاذبة اليوم الموجودة في البحرين وداعمة بالحكومة رعاها الله في رؤيتها في جعل، خلينا نقول، القطاع العقاري من أحد روادف التطوير والنمو في البحرين. سيتيسكيب هو مكان مناسب لنا كمطورين نعرض مشاريعنا الجديدة، نورجيها لكل المهتمين بالموضوع، سواء مستثمرين أو سواء الناس حابين يجدوا السكن المناسب لهم أو لعائلاتهم. فسيتيسكيب دائما إحنا بنشارك فيه بكل سنة، ومكان مهم بالنسبة لنا علشان برضو الجميع يقدروا يشوفوا مشاريعنا الجديدة والأشياء اللي بنقدمها للناس. من هنا في أروقة هذا المعرض تظهر التصاميم والنماذج التي ليست مجرد أبنية، بل هي أفكار تترجم الحلم البحريني إلى واقع، مشاريع تبرز التوازن بين الحداثة والتراث، بين التطور العمراني والاستدامة البيئية. والله بفضل الله سبحانه وتعالى هذه مشاركتنا الثالثة في سيتيسكيب لثالث سنة على التوالي، بعد النجاح اللي صار في السنتين الأوليتين، يعني رأينا أنه لازم نشارك ونشارك بطريقة أكبر وبمشاريع أكثر. فاليوم احنا طارحين مشروع النسيم، المرحلة الأخيرة من النسيم، الفيلا اللي باقية، ومخطط الوسم اللي هو في الجزر الشمالية كمناطق قطع سكنية ملائمة للجميع. طبعا احنا سعيدين بالمشاركة في معرض سيتيسكيب لثالث سنة على التوالي طبعا، ونشكر المنظمين على هذا الحدث الجميل والمرتب، يجمع فيه المطورين والمستثمرين والخبراء، لأن منصة يجمع فيه الجميع. وفي عالم العقار مهم جدا أن يكون في تعاون وتبادل الخبرات بين المطورين والمستثمرين، سقف واحد يجمع الجميع، يسهل على الزائر من خارج البلاد يتجه إلى مكان واحد منظم ومرتب. معرض سيتيسكيب البحرين ليس فقط مناسبة للترويج للمشاريع العقارية، بل هو تأكيد على طموح مملكة البحرين في أن تكون نموذجا للابتكار في قطاع التطوير العمراني على مستوى المنطقة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.